خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء، وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم العالم الآخر، والذي أشرف أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل أنا الذي أشرف وأنا الضيف وأنت صاحب الدار إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخ الكريم، وبحمد الله بدأنا في هذا البرنامج مع انطلاق شهر رمضان المعظم، أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين بالخير والبركات. بدأنا في هذا البرنامج العالم الآخر حديثا حول الملائكة. أين؟ وكان قد وردنا سؤال أمس عبر الهاتف حول كيف أستصحب الملائكة في حياتي. نعم. وقد عرضنا عليه سريعا وقلنا أن التفاصيل ستأتي مشاهدينا الليلة بإذن الله عز وجل، فهل أكرمتنا بهذه التفاصيل؟ الله خير. بارك الله فيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن قضية الاستصحاب بالنسبة للملائكة أو الاستجلاب بالنسبة للملائكة لها ضوابط ولها نقاط نضعها على الحروف بإذن الله جل وعلا. نعم. الأولى الإكثار، لا أقول الملازمة التامة، الإكثار من تلاوة كتاب الله جل وعلا، بمعنى أن يكثر المرء من النظر إلى كتاب الله جل وعلا وأن يقرأ فيه كثيرا، لكن بضابط أن يتدبر ما يقرأ، لقوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وقلنا إن خير من تدبر هو النبي القدوة صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية بإيجاز أيضا قلنا وذكرها العلماء في تلك المسألة: ذكر الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأيضا من خلال الحديث القدسي الصحيح فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وفي رواية: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني إن هو ذكرني أمام مجموعة من الناس، مع مثلا المهندس وسام، مع أي حد كده، ملأه ناس من الطيبين، لا، ربنا بقول في ملأ خير منه، في عالم الملأ الأعلى بيذكره مع الملائكة المقربين. ولذلك قال أهل العلم: وذكر الله جل وعلا يستجلب حضور الملائكة في المكان. النقطة التي تلي ذلك قالوا هي مزاحمة العلماء في مجالس العلم. أنا قلت في حلقة الذكر لها مجالس العلم. ولذلك كان أهل العلم من السلف الصالح يوصي الواحد منهم ولده بأن يزاحم العلماء بركبتيه حتى ينال هذا الشرف العظيم، لأنه متى لازمه الملك انصرف عنه الشيطان، فكان منه الخير ولا يصير منه الشر. النقطة التي تلي ذلك هي كثرة الاستغفار. قال أهل العلم: بكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. لماذا؟ ليه يكثر من الاستغفار؟ قالوا: لأن العبد بحاجة إلى توبة في كل لحظة وفي كل دقيقة، بل في كل نفس، بل حتى إذا كان يتكلم في العلم الشرعي، بل حتى إذا كان يأمر بالمعروف، بل حتى إذا كان ينهى عن المنكر، بل حتى إذا كان يحث على فعل الخيرات. لماذا؟ لأنه لا يدري هل قوله هذا، هل كلامه هذا لوجه الله أم لغير وجه الله جل وعلا. فنحن نعلم أن الفعل أو أن القول يكون لأحد ثلاث: إما أن يكون لله وحده وهذا هو المقبول، وإما أن يكون لله ولغير الله فالله منه براء، وإما أن يكون لغير الله مطلقا فذلكم الضلال البعيد. يبقى الإنسان بحاجة، حتى أنا بقول الموعظة الحين، بحاجة إلى التوبة، عل نفسي قد نالت حظا، وعل شيطاني قد نال حظا، والعياذ بالله جل وعلا. حتى يسن لنا بعد الانصراف من الصلاة الاستغفار. أي نعم. بل في كل، حتى في نهاية المجلس كمان. النقطة التي تلي ذلك هي المداومة على الطاعات وترك المعاصي والمحرمات. بمعنى أن العبد إذا داوم على الطاعة ارتفع إيمانه وعلى وسمى،
لأننا نوقن بالقاعدة التي هي عند أئمة السلف من الأصول، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمحرمات. نعم. ولذلك فإن الإنسان متى كان في طاعة كان قريبا من الله جل وعلا، ومتى كان قريبا من الله جل وعلا إلا وكان وقد حفته الملائكة من كافة الاتجاهات ثم ترفع ذلك إلى الله جل وعلا. النقطة التي تلي ذلك هي المحافظة على الطهارة. يعني مش شرط أكون كل لحظة، لا، إنني غالب الأوقات أكون على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. لماذا؟ لأنني إذا كنت في طهارة من الحدثين وأذكر الله فإني أوجر على ذلك، أستغفر الله فإني أوجر على ذلك، أسبح الله فإني أوجر على ذلك، قال أهل العلم وإن الملائكة تستغفر له في المكان. سبحان الله. هذه الأخيرة بقى في ذلك، قالوا بالمحافظة على أداء فرائض الله جل وعلا وبكثرة النوافل. نعم. واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث القدسي الصحيح في صحيح الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء، ما تروحش تقول النوافل وتسيب الفروض. نعم. لا، الصبح صلي في جماعة، الظهر في جماعة، العصر في جماعة، المغرب، العشاء، الزكاة واجب عليك، خرج عليك الحج وانت قادر مستطيع بإذن الله وتكاملت فيك الضوابط، اذهب إلى الحج بإذن الله، إلى آخر هذه الأمور. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شوف اللي جايبه. أيوه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونحن نوقن، وهذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة، بأن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يقول حتى أحبه، فإذا أحببته إلى آخر النص في الحديث القدسي الصحيح. ولذلك قال العلماء في هذا المضمار: وإذا أحب الله العبد وكان مداوما على تأدية الفرائض وعلى النوافل فإن الملائكة تعينه على الطاعة وتستأنس بطاعته عند الله جل وعلا. نعم. تأذن لي فضلتك أضيف نقطة بس صغيرة. نعم. في مسألة الطهارة. حضرتك ذكرتها سريعا. أي نعم. الحديث الذي يقول: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. أي نعم، صحيح، حديث صحيح. صحيح. يعني لعلنا ننصح إخواننا المشاهدين بدوام نفتة ممتاز. بارك الله فيك. شيخنا الكريم. صحيح. الأمر إليك. لا، غلطت النقطة. بارك الله. أي نعم، هذه يعني ما أخذته من أقوال أهل العلم قاطبة واستجمعته دون خلل والحمد لله. نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم، واسمح لي بتلقي هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. أستاذ حسين. أيوة. أولا بحيي حضرتك وبحيي فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. أحب أولا أحمد الله سبحانه وتعالى إن أهل علينا الشهر الفضيل، وفي الدنيا قناة زي قناة الحكمة وفق شرع الله. بشكر كل القائمين عليها، أقول لهم جزاكم الله خيرا، أنتوا أثبتوا إن ينفع يكون في إعلام هادف ممتع تلتف حواليه الأسرة وفق شرع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وبفضل الله سبحانه وتعالى لأول مرة نشوف يعني إعلام تخدم فيه المرأة، تخدم إعلاميا وإعلانيا ولا تستغل. القناة بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت كبيرة بجماهيرية كبار علماء الأمة اللي بيظهروا على شاشتها وبيرعوها، ونسأل الله لها التوفيق. كل يوم هي التقدم والتطور، وإحنا سعداء بالحوارات وبالموضوعات وحتى بالإعلانات. يعني إحنا مكناش بنعرف نتابع إعلانات على بعض القنوات خوفا من المخالفات الشرعية، طب بنصدق نلاقي إعلان على قناة زي قناة الحكمة، ربنا يبارك فيكم. واصلا يعني يكفي ان اي منتج او اي منتج يختار قناه الحكمه وشاشتها علشان يعلن عليها عشان احنا كمان نختار منتج ودون عن اي منتج. نعم. يكفي انها قناه انشئت لنصره النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. احنا مش عارفه اقول ايه، هو في ايه بتحضرني الحقيقه، يعني من اذا سمحتوا لي، يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. نعم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اسال الله سبحانه وتعالى انه يثبتكم ويوفقكم، وانتم بدأتوا من الخطوة الأولانية وخدتوا الثواب الأكبر، لكن احنا إن شاء الله لازم نشارك في الثواب بالدعم وبالتشجيع ولو بالدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم كمان وكمان ويثبتكم كمان وكمان، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله قبل خير للشيخ فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، جهوده واضحة ولا يجازيه إلا الله سبحانه وتعالى. الله يجزاكم خير. جزاكم الله كل خير، وربنا يبارك فيكم ويثبتكم أسعى الإطالة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا. شكرا لك اختي الكريمه، هذه المداخله الطيبه، وهي يعني تطبيقا لكلام الاخت، يعني احنا نامل المشاهدين دعم المعلنين الذين يعلنون عندنا، لان في هذا دعم غير مباشر لقناه الحكمه. نعم، جزاكم الله خير. نعود الى حديثنا عن الملائكه الكرام البرره. نعم. طب شيخ الكريم، ماذا استطيع ان اقول لنفسي كمسلم موحد؟ ايه هي الثمره اللي تعود عليا من كل هذا الإيمان بالملائكة؟ ممتاز.
ثمار وليست ثمرة واحدة. طيب كويس. الأولى العلم بعظمة الله جل وعلا. نعم. لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. إحنا بنتكلم بأن حلقات عدة عن عظمة الملائكة، سواء في أوصافهم، سواء في قدراتهم، سواء في إمكانياتهم، سواء في قوتهم، سواء في طاعتهم. وهذه عظمة ما بعدها عظمة، وهذه العظمة تدل على عظمة الله جل وعلا. يبقى عشان أزداد فهم لعظمة الله، يعني من باب وما قدر الله حق قدره، عشان فعلا أقدره حق قدره، أقف على هذه العظمة في المخلوق وأقول إذا تمثلت هذه العظمة في هذا المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. النقطة الثانية طبعا اللي ذكرها العلماء في هذه المسألة، قالوا اليقظة التامة عند الموحدين، زي ما أنت كنت بتسألني كده، الإيمان بالغيب بيولد يقظة تامة. أنا ما الوقت بقول يعني بقوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أنا عارف إن في كاتب حسنات وفي كاتب سيئات، في ملك يمين في ملك إيه شمال، دي صفة رقيب، ده صفة عتيد، وأقفني على الحرف والنبضة حتى ولو أوجست، يبقى أنا أتقي الله جل وعلا، أتقي الله في قولي، أتقي الله في فعلي، أتقي الله في اعتقادي، أتقي الله في ظاهري، أتقي الله في باطني، يبقى هذه الأمور تولد التقوى المرغوبة. حتى أنا في الصيام ما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه إيه المرجو في النهاية؟ لعلكم تتقون. سبحان الله. إحنا كل ما نرجو تقوى الله جل وعلا، إذا ما بلغناها بلغنا بإذن الله جل وعلا. فأهو الإيمان بالغيب هذا، من بالملائكة من ثماره إن الإنسان فعلا بيصل إلى مرحلة إيه؟ التقوى. النقطة الثالثة بحبهم وموالاتهم وعدم التفرقة بينهم، يعني أنا أحب جبريل وأنت تحب جبريل، أحب ميكائيل، أحب إسرافيل، أحب الملائكة جميعا. ليه؟ لأنهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنا مطالب بحب هؤلاء لأن الله يحبهم وهم يحبون الله جل وعلا. إذن فيه ولاء، فيه موالاة بيني وبين هؤلاء، ولا أفرق بين واحد وآخر كما فعل اليهود ولا زالوا على ذلك. فهم يمقتون ويبغضون جبريل ويحبون ميكائيل، نحن نحب جبريل ونحب ميكائيل ونحب إسرافيل ونحب سائر الملائكة، معي؟ يبقى هذه نقطة. النقطة التي تلي ذلك، قال العلماء من الثمار أيضا أن الله أعلمنا من خلال الوحي لعدم إيذائهم، لأن إيذاءهم يغضب عليه الله جل وعلا، يعني يغضب على فاعله، بمعنى يعني ما أشوف مثلا إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ماسك سجارة وقاعد لي كده، لا 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 أنت مؤذي، مش مؤذي للجار بس، الملك ما يصحبك ولا يترحم عليك ولا يستغفر ليك ولا يسبح الله عنك على الإطلاق، لا بيسيبك كده والعياذ بالله، ويكون قرينك الشيطان، صاحبك الشيطان والعياذ بالرحمن، رايح تقوم جايب لي بصلة وأم وكده كده وتروح المسجد ما في ملك حتى يحفك والعياذ بالله جل وعلا. يعني هذه أمور لابد وأن يفقهها المرء. أيضا من عدم إيذاء الملائكة أيضا أن الإنسان يكون حيث أمره الله جل وعلا ولا يكون حيث نهاه الله جل وعلا. وأكثر من ذلك ما جيش أجيب في كلبي في بيتي كلب وأم ربيه زي اللي بعضه ويشيله في العربية رايح جاي، ما ملكة رحمة ما هتصحبك على الإطلاق، بيقول لك يعني ده من باب الرحمة بالحيوان، أقول لا رفق ولا رحمة، لأننا إذا قلنا ذلك فقد ادعينا بأننا أعلم من الله جل وعلا والعياذ بالله وحاشا. النقطة الثانية إذا قلت بالرحمة كأني والعياذ بالله أرحم بهذا الحيوان من خالقه جل وعلا، وكل أمور والعياذ بالله تؤدي إلى الضلال البعيد. ولنقول سمعنا وأطعنا في هذه المسألة. ولذلك من الثمار أيضا كما ذكر العلماء في هذه المسألة أيضا، قالوا أن الإنسان يلازم ذاته بالمراقبة. إزاي؟ قال لك فيه ملائكة كثر مع الإنسان، فيه كتبة، فيه حفظة، طيب فيه رحمة، ملائكة رحمة، طيب فيه أكثر من ذلك، ملائكة تتتبعني في مجالس الذكر، في حلق الذكر، في المشي إلى الطاعات، في مزاحمة العلماء، يبقى هذا الأمر يجعلني دايما رقيب على حركاتي وسكناتي. ليه؟ همشي كذا الملائكة لا هتلعني وتدعو علي ولن تستغفر لي، لكن إن مشيت في اليمين الملائكة هتصحبني وتدعو لي كده. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وهذا صح في الصحاح وفي السنة وفي المسانيد،
يعني إما ننظر كان الواحد منهم إذا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قرآن يمشي على الأرض، أي كأن الصحابية قرآن يمشي على الأرض، ولذلك تحدث لهم الآيات والكرامات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ينكرها إلا روافض قبحهم الله. شيخنا الكريم، لو أضفنا الأحاديث التي تتكلم عن أفعال الملائكة، يعني مثل من وافق تأمينه تأمين الملائكة، نعم، يعني حديث النبي إن أنا الحديث أكون صحيح لما أكون عارف إذا أمن الإمام، أيوة الإمام فأمينه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة إلى آخر النص. هذا حديث صحيح، نعم، دي من الثمرات إن أنا أؤمن الملائكة، إن أنا أتعلم إيه اللي يفيدني في حياتي كمسلم وأخذ عليه حسنات. بالضبط، منها مثلا تأمين الملائكة، منها الدعاء بظهر الغيب. أي نعم، كل هذا وارد وداخل في ثنايا ما ذكرنا. نعم، بل هناك كثر من هذا الكلام. نعم، جزاك الله خير. طيب نأخذ اتصال يا شيخنا ثم نعود إلى حديثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بداية برحب بالأستاذ أسامة عبد الرازق وأقول له كل سنة وحضرتك طيب، وبرحب بالشيخ محمد الزغبي أسد السنة، وبقول له كل الله سنة وحضرتك خير. طيب سطر الله علينا، الله يجزاك القناة، سطر الله علينا، وبارك الله فيك وفي علمك يا شيخ، الله يجزاك. ولي سؤالين عند حضرتك، تفضل. السؤال الأول عايز أعرف يعني ايه هو القرين، وهل القرين ده، انا كان المفروض هسأل حضرتك السؤال ده امبارح لكن خطوط الاتصال كانت مشغولة. نعم. فبسأل حضرتك ايه هو القرين، والقرين ده فعلا موجود وبيعرف كل حاجة عن الانسان. مناسبة السؤال ده حضرتك ان ليا اخت ابنها يعني تاه منها، ففي ناس كتيرة الله اعلم اذا كانوا بيضحكوا عليها او بيقولوا لها الحقيقة، ده ربنا وحده اللي يعلمه، فبيقولوا لها ان القرين بتاعه واخده. فاحنا عايزين نعرف يعني حضرتك دي حقيقه ولا لا، وفي حد ممكن يعرف الموضوع ده ولا لا. فيعني ارجو من حضرتك ان احنا تفيدنا في الموضوع ده عشان هي كمان تستريح وتعرف اذا كان ده نصب او حقيقه، او تقدر بالناس دي فعلا تستدل على. هل اخت حضرتك اللي اتصلت بينا امس؟ نعم. هل اخت حضرتك اللي اتصلت امس؟ لا، انا اللي اتصلت حضرتك. انت اللي اتصلتي امس وقلتي ان الولد اللي اتاخد وكده. نعم. طيب شو بعد؟ يا ريت تطلبنا الاول تترك رقم التليفون. طيب اتركي رقم هاتفك يا اختي الكريمه في الكنترول، والشيخ ان شاء الله يكلمك بعد الاتصال. طيب شكرا. طيب شيخنا هنرجع سؤال القرين الى حلقات الجن ان شاء الله. وانا أنا اكلمها كمان بعد الحلقه كمان ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب شاء حضرتك ذكرت انواع ملائكه كثيره تحيط بالانسان. نعم. وذكرت منها الملائكه الحافظة. أي نعم. طيب كيف بقى بتحفظ الإنسان؟ حينما ننظر إلى الأدلة على إجابة هذا السؤال من خلال كتاب الله جل وعلا، أنظر فورا إلى قوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. أي شوف النص. نعم. صريح. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. إذن ربنا بيرسل ملائكة حفظة ولا مرسلش ملائكة حفظة؟ في ملائكة حفظة. وما أنظر إلى قوله جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي من ملائكة الله جل وعلا. وحينما أنظر إلى قوله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله، بأمر الله، من أمر الله. لما نفهم من أمر الله ولكن بأمر الله. طبعا كل شيء بإذن الله. ولذلك قال العلماء: له معقبات، أي ملائكة من عنده جل وعلا تحفظ الإنسان من أمامه ومن ورائه، لكن إذا جاء قدره خل بينه وبين قدره. أوضح. قال ابن عباس فيما صح موقوفا عليه رضي الله عنهما وأرضاهما في قوله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: له ملك، يعني حافظ، يحفظه من أمامه ومن ورائه حتى إذا جاء قدره خلى بينه وبين قدره. يعني جه الموت لا بقى يرتفع ويترك القدر ينفذ فيه. طيب يبتلى بأمر عظيم من عند الله جل وعلا، وهذا مقدر عند الله جل وعلا، خلى بينه وبين ذلك، كأن يصاب في بطنه، كأن يصاب في رأسه، إلى آخر هذه الأمور. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا عليه وعدت إلى عزوها ووضع رتبة فيها أيضا قبل أن آتي إلى الحلقة بإذن الله، أن رجلا، ووقفت على رجل قيل هو أبو سعيد، أن رجلا قال له: يا علي، وكان الكلام ده في أيام الفتنة بينه وبين معاوية رضي الله عن الاثنين. نعم. يا علي، إن رجلا من مراد يريد أن يقتلك، فهل لا جعلتني حارسة؟ أنت ادخل نام وأنا أفحرسك.
لأن الرجل ده عايز يقتلك وبيخطط لقتلك. يوم علي يقول له إيه؟ اعلم أن كل مسلم له ملك موكل، أن كل مسلم له ملك موكل بحفظه عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن ورائه، حتى إذا جاء قدر الله جل وعلا خل بينه وبين ذلك. ثم عقب علي رضي الله عنه وارضاه وقال إن القدر جنة حصينة. سبحان الله. ثم قال مجاهد رحمه الله فيما ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله معنى هذا الكلام، وقال أن كل إنسان له ملك موكل به في حفظه عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه، من الإنس ومن الجن ومن الهوام، حتى من الثعابين. ممكن إنسان ينام وتلاقي الثعابين رايحة طالعة نازلة عليه وهكذا، لكن الحافظ عليه ولم يحن قدره بعد، ما حلش قدره بعد. في إنسان تلاقي وقع من الدور السادس، ودي رأيناها وعلمناها، وقع من الدور السادس وتلاقي وقام نازل واقع. دي حصلت عند جامعة الأزهر مرة وإحنا خارجين من الجامعة الأزهر من الدراسة. أنا كنت طبعا في جامعة الأزهر سواء الجامعة أو الدراسات العليا، هو وقع قدامنا كان في الدور السادس بيعمل صبغة اللي هي دهانات دهان. فهو وقع شوف من الدور السادس نزل ساق قدامنا كده، وبعدين قام قايم عادي خالص، عادي وقف على رجليه وقام بيجري في الشارع، قامت عربية قتله. يا الله شفت بقى الأمر العجيب. حتى إذا حان قدره خلى بينه وبين ذلك، قدره مش يموت من السألة دي ولا من الدور السادس، نزل أهو ساق وقام قايم يجري، قدره أنه يعني بعد دي بكذا ثانية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك أنت مش هنا، أنت في الحتة دي ومش الوقت، لسه قدامك كذا ثانية، 10 ثواني مثلا، يبقى لابد. وهذا هو المقصود. سبحان الله العظيم، بارك الله فيك شيخ الكريم. طيب ما هو الملك القرين؟ برضو يندرج مع سؤال الأخت الفاضلة الكريمة حفظها الله. شوف يا باشمهندس وسام، ما من إنسان إلا ووكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن مع الاثنين. وكأني أرجع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم 2048 على ما أتذكر، في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ وفرما من مسلم إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. موكلين اثنين معاه، قرينه معاه من الجن وده كافر. أي. معاه زي كافر قطعا. نعم. يعني بنقول هو من الجن صحيح، لكن في الأصل في الجن طبعا تعرف، وأنا من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. لا هذا كافر. إذن وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. دي واحدة دمتنا. الرواية الثانية، فحتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه. الرواية الثالثة، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. لذلك احتار العلماء، هل هو قرين النبي أسلم أم النبي كان بيسلم منه أم أنه أسلم على القاطع؟ وذلك فيها خلاف بين أهل العلم طبعا هذه المسألة، والراجح عند أهل السنة طبعا أنه أسلم بدليل قوله فأصبح لا يأمرني إلا بخير، فما بعده يفسر إيه ما قبله. والقرين من الملائكة هذا ملك من الملائكة وكل بذلك. إذا ما الإنسان استفتح أمره بالخير صاحبه الملك وكانت معه لمة الملك. طبعا أنا ما برجعش لحديث ما من مسلم إلا ومعه لمة ملك ولمة شيطان، كده الحديث ضعيف، أنا بعيد عن الضعيف، ولكن بنقوله في الفهم معه لمة، معه الملك يوكل به، هذا الملك يعينه ويهديه بإذن الله ويرشده بإذن الله ويثبته بإذن الله. حتى في القول تجد مسدد، في التصرف مسدد، في الطاعة مسدد، في التفكير مسدد، لأن معه ملك، ملك، والملك بيبقى عن طريق مين؟ عن طريق الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. لذلك قال علماء العقيدة يهديه أو يهديه بالفتح ويرشده، قلت يهديه بإذن الله ويرشده إلى كل شيء لما نقول فيها، لأن هذا أمر عقدي. نعم. ويرشده بإذن الله، بخلاف الثاني بقى اللي افتتحها بشر، كان معه قرينه من الجن، قرينه بقى الشيطان ماشي معاه، هو جه مثلا قابل فلان ياهو الدنيا واللي جاب الدنيا واللي راح في الدنيا، جاي يتصرف، يتصرف بحمق، يتكلم بحمق، يتصرف بغباء، يفعل الغباء، ومن نقرة إلى دحديرة، ومن هم إلى أهم، ومن سوء إلى أسوأ، يتخبط والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فيه طريفة ولكن هي صحة موقوف على أبي هريرة، يعني هي حديث
صح موقوفا على أبي هريرة وهو في الإحياء بتحقيقه بإذن الله جل وعلا. يعني طبعا اللي دايما بيفتتحها بالشر ويختمها بالشر. انا بقول للبعض اهو, تلاقي الواحد بيقول لي يتاثر على زوجته بالليل لما يجي ينام يقول لك ايه, هو طلع روحه قدام الناس بره وجاعز يعمل اسهل قدام الزوجه. هو الصبح برضه هي ذنبها ايه, هي مسكينه ده, هي قاعده تخدمك وتخدم الاولاد. المهم القضيه ان الشيطان لما يصحبه كثيرا الشيطان يترعرع ويقوى, ما عادش يعطي له فرصه ان يكون مع الملك بقى. اللهم إلا إذا جاءت النجاة من الله جل وعلا عن طريق رفاق الصالحين, عن طريق قراءة القرآن, عن طريق هداية من الله جل وعلا. نعم. ولذلك قال أبو هريرة فيما صح موقوفا عليه, التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر, فكان شيطان الكافر سمينا, مش بالثاء المثلثية, لا بالسين تخين كده واسع كده, يعني ما تيجي تعديه من باب الاستوديو مش هيخش ماشي دهينا ده جايب فازلين وزيت وبتاع وعامل شعر ومزوق تمام تمام خلاص كده, متنعلا لابس النعل اللي هو مفخفخ الموضة الجديدة اللي هي الحذاء أبو الرفاع من قدام هذا, يعني متوضب على آخر, ما فيش بعد كده, ما فيش بعد كده. وكان شيطان المؤمن هزيلا نحيفا ضعيفا أشعثا أغبرا حافيا عاريا. قال له لا 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 إيه اللي حصل, ما هذا, قال ما هذا. فشيطان المؤمن بقول له إيه بقى, أنا مع رجل إذا أكل سم الله فأجوع, وإذا شرب سم الله فأظمأ, وإذا لبس ثوبه سم الله فأعرى, وإذا تنعل سم الله فأكن حافيا, وإذا ما رجل شعره سم الله فتراني أشعثا أغبرا ضايع. شوف الثاني يقول له ايه. فقال له شيطان الكافر, اما انا فمع رجل لا يذكر الله ابدا. يعني انا واخد بقى راحتي, فندق خمس نجوم والعياذ بالله من فنادق جهنم. ولذلك ذكر ابو الفرج ابن الجوزي طرفه بقول المشاهدين عشان ما يفكروش ان احنا برامجنا برضو معقده قوي, لكن بنذكرها بحقيقتها ومنهجياتها. اتفضل. كان في واحد فقير جدا, كان كل ما يقول لزوجته في ايه تقول والله خبز وملح خبز وملح, ما هو ما انت اتحرك انت, هي تعمل ايه, فيسب الخبز ويسب الملح ويسب الزمان ويسب الظهر ويسب والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. فجي في يوم بقول له في ايه, قالت له خبز قد ايه, قالت له اربع يعني قطع من الخبز وشويه ملح بس, سمي الله كده لما تيجي تاكل علشان تترك للعيال حاجه, يعني سيب للولاد حاجه. قال والله ما انا مسمي, والله لن اسمي الله جل وعلا. ليه هو زعلان بقى وغضبان. طيب فقام خلص الاولان تسمي بقى عشان يفضل الاولاد حاجه, والله ما انا مسمي, ربنا ماذا فعل لي, أم واكل الرغيف الثاني بالملح سمي, قال والله ما أنا مسمي, أم واكل الثالث دخل على الرابع على الأخير بقى سمي, قال مش مسمي, بقول لك أم ظهر له الشيطان قال له سمي الله يا ملعون حرقت قلبي أنت اللي بتاكل لحمة. نعم جزاك الله خير. طيب نتلقى هذه الاتصالات. فيه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ سام؟ أهلا بيك يا أخي. والله احنا بنحبكم في الله قوي يا شيخ. نحبك الله يا اخي كريم. والله يا شيخ هو في سؤال بعيد عن الموضوع بس معلش لله جاوبوني. طيب اتفضل. دلوقتي واحد بيتخانق مع مراته في نهار رمضان فعايز يغيظها شارب سجارة. فده حكمه ايه؟ افطر عمدا على سجارة يعني. انا سألت الشيخ وقال لي ان كفرته اصوم شهرين. فمش عارف اعمل ايه وده قضاه ايه. طيب. وشكرا يا استاذ اسامه والله انتم منورين بيوتنا والله. الله يحفظك يا اخي الكريم. طيب الشيخ يجيبك باذن الله. معلش جواب عاجل بقى عشان الامر يعني بالنسبه للاخ, اولا اذكرك الله جل وعلا ويجب على الاخ ان يتقي الله جل وعلا حتى اذا ما غضب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم, فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا في الحديث الصحيح اذا ما غضب الواحد منا ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم انه افطر عامدا وهذا ذنب عظيم عده الامام الذهبي في كتابه من الكبائر في رساله صغرى كبيره من الكبائر انه يفطر عامد متعمد وافطر حتى على معصيه على حرام. نعم. فلذلك انا انصح اولا بالتوبه الى الله جل وعلا من هذا الذنب العظيم, وما عليك الا قضاء يوم واحد فقط, قضاء يوم ما في كفاره على الاطلاق. بقول للمشاهدين وللمشاهدات ما في على الاطلاق على الاطلاق الكفاره اللي هي صيام 60 يوم الا في قضيه الجماع. الجماع حتى لو بشر زوجته يعني من الخارج ان ربنا لا يستحي على الاطلاق من هذا الامر, يعني من والله لا يستحي من الحق قضيه حتى لو باشر من الامام وكذا لكن ما اولج, واما انزل لكن من الخارج ما عليه الا قضاء يوم بس, عليه التوبه الى الله جل وعلا من هذا الذنب. فانت ما عليكش الا قضاء يوم, قضاء يوم واحد لكن عليك التوبه الى الله جل وعلا. نعم جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. طب شيخنا تكلمنا عن الملائكه وفضائلهم ومما يعني نحبهم منهم انهم يبشرون
الموحدين عند النزع. طب مين صفات الموحدين اللي يبشرون عند النزع؟ نعم يعني حتى ممتازة جدا التبشير هذا. هرجع أنا وأنت كده يا باشمهندس وسام إلى قول الله جل وعلا حينما يقول في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أيوة. عايزين نتأمل بس. تفضل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بشارة ولا مش بشارة؟ صحيح. طيب قال المفسرون في هذه أن العبد في ساعة الوفاة تأتيه الملائكة وقد حجب، يعني معنى لا اللي جل الشيف شيء بل هو الذي أطلعه الله جل وعلا، تبشره تقول له الملائكة إن جئناك بالبشرى انظر إلى مقعدك في الجنة هذا ما بشرك الله به، ويبينون له أن الله جعل أن الله جل وعلا جعلهم له في الدنيا هم الذين كانوا يرشدونه ويهدونه أي بإذن الله جل وعلا ويسددونه حتى مات على حسن الخاتمة هذه. يعني سبحان الله. ولذلك لما أقوله دي بشارة ما بعدها بشارة. وأيضا قال العلماء ويأتون للمجرمين والعياذ بالله يبشرونهم بسوء العاقبة، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون والعياذ بالله جل وعلا. بل من حديث البراء والحديث حسن كما حسن الألباني وغيره بالحديث بقول إيه؟ أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس. أسأل الله لنا ذلك. أسأل الله لنا ذلك. وجوههم كالشمس يعني جميل ما في بعد كده جمال وإشراق الله أكبر. يقولون أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الثاني تأتيه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار محنط برائحة من روائح النار يجلسون فيقولون أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. يبقى شوف المقارنة يا باشمهندس. هذا بالنسبة للبشارة. نعم بارك الله فيك شيخ. نعود إن شاء الله لهذا الأمر مرة أخرى ولكن بعد هذا الاتصال الهاتفي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أهلا وسهلا. مرحبا بك. بارك الله. تحياتي للشيخ محمد الزغبي بارك الله فيكم. جزاك الله خير. وتحية من أهل دمياط كلهم. أهلا وسهلا. نحبكم في الله والله يا شيخ. حبك الله. لو سمحت لي سؤال بس عند فضيلة الشيخ لو سمحت. تفضل. لو سمحت يا فضيلة الشيخ هل الملائكة رأوا ربنا جل وعلا يعني؟ حاضر. هل الملائكة أيوة مفهوم. نعم حاضر. وهل سؤال تاني بس بعد إذنك؟ تفضل. هل المحادثة التي حدثت بين الله عز وجل وشيطان عليه لعنة الله هل برضو كان هناك حجاب أم برضو رأى؟ وشكرا يا شيخ وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خيرا. طيب سؤال كويس. سؤال مهم جدا. نعم. يعني نحن على قولين لأهل العلم في تلك المسألة. منهم الذين قالوا بأن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد وهذا رأي أهل السنة والجماعة. ولذلك انتصر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وقال بأن رأي أهل السنة والجماعة في تلك المسألة أن الجنة التي كان فيها آدم ليست ربوة كما ذكر البعض كانت في مكان عالي مرتفع حتى هي ظهرة التناقض يعني من كافة الاتجاهات وقال بل هي جنة الخلد فوق السماوات العلى. ولذلك نقول ما دام آدم كان في جنة الخلد أقول من كان في جنة الخلد فإنه لا يحجب عن رؤية الله جل وعلا معي. ولذلك والملائكة المقربون الذين كانوا بجنة الخلد إذن يرون الله جل وعلا وإبليس كان بجنة الخلد ثم بعد ذلك لعنه الله جل وعلا وجعله شيطانا رجيما. بس عايز برضو أنصح أحبابي طبعا الوعاظ والأئمة والخطباء اللي هم أفضل مني ينتبهوا جدا في أثرين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في كتابه في إغاثة اللفان من مصير الشيطان وهو بتحقيقنا أيضا في صفحة 284 في الجزء الأول جاب أثرين وعلق على أن الأثرين يعني حسنان وهذا غير صحيح. يعني قال أن الله جل وعلا لما طرد الشيطان وأهبطه إلى الأرض وكذا نزل آدم ونزلت حواء قال الشيطان يا رب المتن الأولان يا رب طردتني من الجنة وجعلتني شيطانا رجيما فأعطني خلاص أعطني. قال يا إبليس لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك مثله. قال زدني
قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلى آخر هذا المتن. طبعا وآدم سأل قال يا آدم لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكين من ملائكتي يحفظان من كيد الشيطان. قال يا رب زدني. قال الحسنة السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها وأنا أزيد. قال يا رب زدني. قال يا آدم تذكر قولي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره. قلت الأثر هذا ضعيف وإن كان معناه صحيحا. نعم. الأثر الثاني يا رب جعلتني شيطانا رجيما فاجعل لي مسكنا. قال مسكنك الحمام. اجعل لي مصائدة. قال مصائدك النساء. إلى آخر اجعل لي صوتا. قال صوتك المزمار إلى آخره. طبعا يعني إمامنا قال بحسن الحديث بسبب الشواهد والمتابعات. قلت أبدا الحديث ضعيف بإذن الله جل وعلا. نعم بارك الله من باب التحذير يعني. جزاك الله خيرا. طيب ناخذ معلش اتصال آخر. حاضر بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أخي الكريم. كل عام وحضرتك طيب. أنت بالصحة والسلامة. ازيك يا عم الشيخ محمد. مرحبا وحياك. كل عام وحضرتك طيب. طيبك الله وبارك فيك. ربنا يجزيكم كل خير عنا وعن الإسلام يا رب. آمين يا رب. الله يحفظك. أستاذن حضرتك بس عندي سؤال. تفضل. الله يبارك في حضرتك. هل الإنسان يرى الملائكة؟ لأن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى مداوم كنت مداوم على قيام الليل. فجيت في يوم من الايام بصحى الثلاثة الا ربع كده لقيت حمل جامد عليا وانا نايم. فببص كده لقيت نور زي كوره كبيره جدا. فقلت الله اكبر خفت. بعدين بصيت لقيته خف من عليا فارتفع للسقف خالص لغايه اما راح. بس كانت الاوضه من ورا نور جامد. فبفضل الله قمت وكملت في قيام الليل وربنا يكرمنا يا رب. ده برضه شاهد من ضمن تعزيك لكلام حضرتك ان الدوام على الطاعات والصلاه وقيام الليل ممكن الإنسان يشوف حاجات رحمات من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وجزاكم الله كل خير عنا وعن الإسلام يا رب. نعم بارك الله فيك. تعلق شيخنا على كلامك. قبل أن أعلق أقول بالنسبة للإجابة السابقة ومن قال بأن الجنة ليست هي جنة الخلد بأن طبعا لا هذا رأى ولا ذاك رأى إلى آخر. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم أقول هل يستطيع الإنسان أن يرى الملائكة؟ نعم. والصحابة رأوا الملائكة متشبهين لا على سبيل الحقيقة على الإطلاق. وقلنا لم يرى الملك على صورته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نراه على أمثال الظل التي في أمثال المصابيح؟ ذكرنا الحديث. نعم. الذي في صحيح مسلم. لكن أود أن أقول بقول العلم الناس على صنفين لا ثالث لهم من الموحدين. إما أن يكون من أهل السنة من أهل الطاعات وله تلكم الكرامة، والثاني إما أن يكون من أهل البدع والعياذ بالله جل وعلا. الأولاني هذا في أمره ممكن لكن بالتشبه. الثاني قال أهل العلم ربما يتلبس عليه، بل حتى ربما قال له بأنه الله جل وعلا أو بث في روعه أنه الله. واستدلوا على ذلك بما حدث لعبد القادر الجيلي. وعبد القادر الجيلي بقول طلاب العلم أثنى عليه رغم أنه كان إماما من أئمة المتصوفة إلا أنه كان على منهج أهل السنة والجماعة وعلى المنهج السلفي ولم يكن على منهج هؤلاء الطرقيين على الإطلاق. لذلك أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مرات فيما عددت وتتبعت في مجموع الفتاوى. المهم إيه اللي جرى؟ قالوا أن عبد القادر كان نائما، وهذا على لسان عبد القادر نفسه، قال أنه كان نائما فرأى نورا في مكان ما في الحجر عنده. وقال له قم يا عبد القادر فأنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. لا حول ولا قوة. فقال اذهب يا شيطان أعوذ بالله منك. قال وكيف علمت أني أنا الشيطان؟ قال لثلاث: أنك ظهرت على هيئة محدود في هذه الحجرة والرحمن على العرش استوى. الثانية أنك قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، ولو قلت أنا الله لا أحرقك الله في الحال. الثالثة أنك قلت وأحللت لك ما حرمته على العباد، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. فقال والله يا عبد القادر لقد أضللت في هذه المسألة 70,000 من العباد وأخرجتهم من ديوان الإسلام إلى ديوان الكفر بالله جل وعلا. ولذلك الواحد الطرق من دول لما يشوف حتى لو هو عنده أنيميا وعينين زغللت الله الله شفت أهو. ولذلك أسأل الله البركة لأخينا الحبيب يعني. نعم بارك الله فيك شيخ الكريم. طيب احنا كنا نتكلم عن الملائكة وقت نزوع الروح وأنها تبشر الموحدين. طيب ما دور ملك الموت؟ أيوة. وهل له أعوان؟ وهل مثلا لو حدث زي العبارة مثلا ملك الموت مات 100 واحد أو 500 واحد مرة واحدة؟ لا الحروب أو في الحروب أو كده اللي حصل حتى في اليابان من القنبلة الذرية. أيوة. ربع مليون في أن واحد بالضبط. يعني هناك ملك موت له أعوان؟ نعم. هو طبعا ملك الموت
هو المذكور في قوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت. أيه. إلى آخر آيات الدالة على ذلك. نعم. ومن قوله جل وعلا توفته رسولنا، لكن هل هو واحد فقط؟ أبدا. ملك الموت له أعوان، وينقسم أعوانه كما ذكر بعض أئمتنا في العقيدة إلى قسمين، ملائكة رحمة وملائكة عذاب. نعم. وقال بعضهم لا، بل هم ملائكة صنف واحد لكنهم يرحمون ويعذبون. معي؟ وإن كنت أميل إلى القول الأول. لماذا؟ لأنه في الحديث الذي ورد عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، في الذي قتل 99 نفسا اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فلو كان هم ملائكة بصفة واحدة وهم اللي بيرحموا ويعذبوا، ما كانش قال اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وجه ملك آخر في صورة آدمي فحكم بين الاثنين. لذلك أقول ملك الموت نعم يأخذ الأمر والإذن ومعه العلم من الله جل وعلا، ثم يأمر أعوانه. لذلك يقول ربنا توفته رسلنا، رسلنا جمع، ولم يقل توفاه رسولنا، بل آتي بأوضح من ذلك في الدلالة. تفضل. من حديث البراء الذي ذكرته قبل قليل، هو قل له إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة، جمع ولا مفرد؟ جمع. أتته ملائكة بيض الوجوه، حتى الجمع في الوجه جمع، يعني ملائكة وبيض جمع، وجوه جمع، ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس معهم كفر من أكفان الجنة إلى آخره. الثاني أتته ملائكة برضو لفظ الجمع، سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار إلى آخر إيه الرواية، لأن الرواية طويلة وإحنا نأخذها في إيه؟ في الحياة البرزخية إن شاء الله، عشان ما نستهلكش هذا الأمر يعني. نعم. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا دل الأمر على أن ملك الموت موجود، وأنه موكل من قبل الله جل وعلا، وأنه على علم من علم الله جل وعلا، وهو يأمر أعوانه فينتزعون الأرواح، سواء كانت الأرواح أرواحا مؤمنة أو كانت الأرواح أرواحا غير ذلك. وأعوانه على صفتين، ملائكة رحمة وملائكة عذاب. نعم. هل في وصف الملك الموت؟ لملك الموت يعني وصف ملامح زي الوصف اللي ذكر في ملك الموت في الرسالة المنسوبة لابن عباس اسمها الإسراء والمعراج. وأنا بنصح كل مشاهد وبنصح كل مشاهدة يحرق الرسالة دي، يحرقها، مش بولي يفنيها، يحرقها كلها أكاذيب والعياذ بالله جل وعلا. يعني أنا بتعجب اللي ألفها دي تقريبا والعياذ بالله جل وعلا، يا إما بيتعاطى شيء يا إما كان نايم سكران يعني مش في عقلي على الإطلاق، ثم يفتري أكثر فينسبها إلى ابن عباس إلى ترجمان القرآن وحبر الأمة. فيها خرافات الحقيقة عديدة. طيب اسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال يعني. تفضل يا أخي. بس هذا كان حاسس أنه لي أهمية جدا، وأن فضيلة الشيخ أن ربنا سبحانه وتعالى وفقه يعني معنا الإجابة هيكون لي أثر يعني طيب. تفضل. يعني تفضل يا أخي. يعني حضرتك انا سمعت حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان بينصب عرشه على الماء وبيوزع اعوانه يوميا، فالمهمه الاساسيه ليهم اللي هي الايقاع ما بين الزوجين. نعم. فحضرتك الواحد بيسال سؤال يعني رغم ان هو محاط بملائكه حفظه وملائكه كتبه ويعني محفوظ بالله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من ذلك الشيطان بينجح في الإيقاع ما بين الزوجين. وفي سؤال تاني، هل إذا الشيطان فعلا نجح، لأن الله سبحانه وتعالى بيقول كل عبادي يقولوا التي هي أحسن فإن الشيطان ينزغ بينهم، هل حضرتك إذا الشيطان فعلا نجح في الإيقاع ما بين الزوجين وحصل خلاف ما بينهم، فهل في علاج لتخفيف أو إزالة الأثر من إيقاع الشيطان ما بين الزوجين؟ وهل مثلا إذا كان وقع ما بين الزوجين ده سببه المعصية، فإزاي الإنسان يقدر يعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بحيث إنه هو يطيب القلوب والقلوب تقرب طيب من بعضها تاني؟ طيب يا أخي بارك الله فيك، الرسالة وصلت وإن شاء الله الشيخ يجيبه. شكرا جزيلا. هو بالنسبة للحديث الذي ذكره الأخ صحيح. نعم صحيح. نعم. لو الشيطان ينصب على طبعا عرشه على الماء، نصب عرشه على الماء لأنه والعياذ بالله يريد أن يضاهي ملك الملوك ورب العباد. نعم. لأن الله جل وعلا عرشه على الماء. وفي رواية ثانية وكان عرشه على الماء. حتى قال علماء العقيدة وعرشه على الماء فوق السماوات السبع. المهم أن وكان عرشه على الماء، الحديث البخاري وغيره. نعم. المهم إبليس له عرش على الماء ويلبس تاجا ويبث سراياه، وطبعا يعني أفضل ما يتوج به الواحدة منهم أنه يكلله بالتاج إذا ما أوقع بين رجل ومرأة، يعني إذا طلق يقول أنت
رواية كده أنت أنت وفي رواية نعم أنت 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 نعم نعم يعني أنت أنعم واحد أو أفضل واحد اللي عملت إيه كده ودي مأخوذة من قول الشيطان اللي بجد يعني ده الشيطان ودي مأخوذة من قول الله في الآية رقم 101 من سورة البقرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ودي أخطر شيء وتكلم فيها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في هذا الحديث الذي ذكره الأخ يعني كلاما عظيما بس لا أدري هل وقت الحلقة يكفي لصدر الإجابة تفضل يا شيخنا لسه قدامنا دقائق طيب الحمد لله فبقول أولا الأخ بيسأل بعد ما ذكرنا الحديث الصحيح أخ بيسأل معايا ملائكة ومعايا حفظة وكيف كيف الشيطان بيأتيني ما احنا قلنا هو الحفظة بيحفظوك من حاجة من الجن والهوام وكيف ان هم يؤذوك او يوصلوا لك بضرر بضرر بس هو ما اكثر من ذلك حتى اذا حل القدر خلوا بينك وبين ذلك طيب الكتب بعدين تسجلوا عليك الرحمة بيستغفروا لك وبيسألوا الله لك كيت إلى آخره لكن أنا بقول لك هو أنت يعني إما أن يكون موكل بك قرين من الملائكة وإما قرين من الجن فأنت رأي نفسك لو كنت على الطاعات وكنت متخيا لرب البريات هيبقى معك الملك هتبقى مسدد لا هيحصل بينك ولا بين زوجتك ولا كيت اللهم إلا إذا كانت الزوجة على غير ذلك نعم. فلو كنت على الطاعة وكانت زوجتك على الطاعة مسدد بإذن الله جل وعلا ولن يستطيع الشيطان أن يصل إليك بسوء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى آخر إنما سلطانه على الذين يتولون إلى آخر فالزوجة هنا لو هي على الطاعة المطلقة مش هيقدر يتصل بها على الإطلاق الزوج ده وكده اللهم إلا رتوش خفيفة لكنها تعالج بإذن الله جل وعلا كما يعطي بيوت حتى الأنبياء في مثل هذه المسائل طيب الأمر الثاني إذا ما حدث كيف أعالج يعني باختصار طبعا لأن وقت الحلقة كيف أعالج مثل هذه المسائل أنا بقول لك راجع نفسك يا أخي واتق الله جل وعلا وعود إلى محاسبة النفس وانظر فيما قصرت ثانيا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم والحديث حسن ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ثانيا تذكر أن المرأة ضعيفة مهما كان الأمر وتذكر حتى أنها لو أخطأت فإنها ناقصة عقل ودين فلها عذر في ذلك وعليك حتى إذا أرخيت أن تشد قليلا وإذا شددت أن ترخي قليلا وكذلك الزوج عليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تعلم تماما أن رضا الله أن رضا الله لن يكون تاما بالنسبة لها إلا إذا كان زوجها راضيا عليها وأن الله جل وعلا يسخط عليها إذا ما سخط زوجها عليها في طاعة وليس في معصية على الإطلاق ولذلك وجب عليها أن تتقي وأن تراقب وأن تكون محاسبة لنفسها وكذا الأخ فلو كان هذا لكان السلال بإذن الله نعم. جل وعلا اسمح أتلقى آخر اتصال بهاتفي الليلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أكلم الشيخ صح؟ اتفضل الشيخ يسمعك يا شيخ أحبك في الله أحبك الذي أحبتني من أجله والله يا شيخ أحبك في الله وقبل يديك يعني أنا مش قادر أقول لك أنا بحبك قديه وإحنا خدم ليك وللمسلمين جميعا الله يبارك فيك أنا عايزك ونحشر معا كده ونشرب بنيادي النبي نسأل الله آمين 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 أسألك يا شيخ هل يجوز إن إحنا نجعل زكاة المال للقناة يا شيخ سؤال مهم جدا أجيبك بإذن الله جل وعلا قلت إذا كانت القناة استثمارية وتحقق أرباحا فهذا مما لا يجوز على الإطلاق لماذا؟ لأن الزكاة تصرف في مصارف ثمانية أنت عارفها طبعا وذكرت في سورة التوبة أما إذا كانت القناة هذه وأنا بقول لك يا أخي أشهد الله وأنتم تعلمون عني ذلك إذا كانت القناة لا تستثمر على الإطلاق ولم تتكسب فلسا واحدا على الإطلاق وكانت تعاني بسبب صمودها وبسبب وقوفها على الحق بإذن الله في مواجهة الشيعة في مواجهة الأحمديين في مواجهة أهل الباطل في مواجهة الطرقيين نعم فيجوز إخراج الزكاة لأنها صارت فقيرة وإذا باعتبارها إحنا زي ما بنقول حتى في المصطلح هذا يأخذ شخص اعتباري والقناة تأخذ حكم الشخص الاعتباري كما قال الفقهاء زي ما البنك بيأخذ صفة الشخص الاعتباري اللي هو البنك المحرم وبيأخذ حكم الإنسان الربوي تماما بتمام ولذلك القناة بقول لك هذه القناة بالذات نعم يجوز إخراج الزكاة لها وأشهد الله جل وعلا أشهد الله جل وعلا أن أهلها ما تربحوا منها فلسا ولكنهم وضعوا كل شيء لله جل وعلا بل باعوا ما يمتلكون لأجل الصمود في مواجهة الباطل وعلى ثبات على عقيدة التوحيد يا أخي جزاك الله خيرا شيخنا طبعا يعني بارك الله فيك على حسن ظنك بقناة الحكمة والحقيقة ووقت البرنامج قد انتهى وأشكرك يعني على هذا اللقاء وإن شاء الله نلتقي غدا مع مشاهدينا الكرام إن شاء الله في الساعة 11:40 دقيقة شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام استودعك الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلق الله الملائكة من نور
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء، وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا راحلين.